خويا هاد لي سيبورتير هادو ما يعرفوا والو، هادو ما يعرفوش ماجير، ماجير خويا اسطوره، ماجير اسطوره، انت صفر على ماجير، ربح ماجير وما كنش مو ربح، واسمه مصطفى عنده دوبلينو، ما تصفرش على ماجير خو، ماجير طلع لنا اعلام 87 خويا دا كوب دوروب تشامبيونز ليك خويا دا وحده كوب دوروب تشامبيونز ليك خويا. لاعب جزائري عنده تشامبيونز ليك؟ ما كاش اللي عنده لاعب جزائري، ما كاش اللي عنده تشامبيونز ليك، ما جان عنده تشامبيونز ليك خويا، دا كونت الباير، على بالك شحال يقول كونت الباير الوقت هذاك الباير، هو كي ضربها بالطالون خويا، على ما جان، طالون على ما جان خويا، خرجت الريحة بارفان تاعو خويا، صح ما يجيش يهضروا على ما جان، أسطورة نورمالمون ما جان صفق عليه، صفقوا عليه، ودا كوب ديمون تاع لي كلوب. تا تهضر على ماجيك كوب ديمون تاع لي كلوب داها في الثلج خويا في الجابون، ضربها من السونت لداخل، وكي داها عطاو لي تويوتا طونوبيل تويوتا، واش دار؟ باعها وقسم الدراهم مع لي جوال. ما تجيش تهضروا على ماجير، ماجير اسطوره 81 هو جاب لنا كاليفيكاسيون كوب ديمون خويا، ما تجيش يهضروا عليه. عطيني ربما رساله لهاد الشباب اللي ما يعرفوش ربح. شو هاد الشباب اللي يعرفوش، هاد الشباب ما يعرفوش ربح ماجير، قولك على ما يعرفوش، هادو الشباب هادو زايدين في 80 89 في 80 زايدين في 90 ما يعرفوش ماجير، التاريخ تاع ماجير وحده خويا، بارمي لي ميور جوار او موند هذاك الوقت. اللهم ربح ماجير سيت ان كرون مسيو كون الفوي او با، ماشي تعودشهم يكون عندهم ان جوار كيما هذاك. ربح ماجير زهان رفعنا راسنا في الخارج، والله 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 الواحد اللي عنده شامبيونز، نعم والله العلي الكريم، والله العلي غير عمري ما لقيته، والله العمري ما هدرت معاه، مي هو سان مسيو سان كرون مسيو. رابح ماجر ما تعمش قلبك، انت ماكش لك راس تاعهم، انت يا تو سان كرون مسيو. لي زونسيان لي زونسيان بحال تاع ربايعي وكذا اللي نعرفو كان كيشوف ماجر ونشوف بن شيخ وبلومي وبن صوله، فهمت كيف، وبن بوتلجه ومزيان تاع الحراش، نحب الفوتبول نشوف الفوتبول. الله يا جماعه عيب عليكم تصفر على واحد كيما ماجير، عيب عليكم يا جماعه الخير، والله العظيم غير عيب عليكم. ماجير سان كرون مسيو، ماجير ماشي 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 لا كلاس تاعكم، ماجير سي لا اوت كلاس، فهمت كاش، ماجير سان كرون مسيو في البرتغال اللهم صل على النبي، مداو القيمه داو الستاتيو تاعو، وانتم تصفروا عليه، الله ما تحشم، والله ما حق عليكم، وسمحوا لي على كل حال. نقول لك حاجة، أنا بورمو أنا مازالني صغيرة، أنا شغل مازالني صغير وشفت كرة القدم، شغل كرة القدم شغل نقدر تقول الدومين ديالي، فاهم، لعبت بالون وشفت بالون، وحكى لي بابا على ماجر وشفت ماجر، ماجر كجوار أسطورة أخو، أسطورة، أنت باش تروح البورتو وتروح تدي تشامبيونز ليغ مع بورتو والا وخرجت انت يا جاست تكنيك اللي هو لا طالوناد اللي ولا يعطولو الا ماجر خو، سي حاجه اكسترا اوردينير. ماجر كمدرب ما نجحش، صاريف مارادونا كان مارادونا ما نجحش، صاريف نورمال جيرارد راه ما نجحش مع اسمه، لومبارد راه يعاني مع ايفرتون كان كرون جوار. ما انا شغل الاستهزاءات هذوك تاع البارح من الكوتي تاعي ما عجبونيش خو، ما عجبونيش. لازم تتضامن معاه باسكو هاد المواطنين متناقضين خويا العزيز، هاد لي ريزو سوسيو كيما نقولوا اناس وهميين وهميين، الخدمه تاعهم غير الانتقاد الانتقاد الانتقاد، كون جا انتقاد بناء معليش نقولوا نورمال انتقاد الملعب صفروا عليهم. في ريزو الضم متناقضين خويا العزيز، متناقضين، الشعب ديالنا يحب التناقض. دوك نتايا اسطوره كيما ماجر صح ما نجحش مع ليكيب ناسيونال، بصح ما تنساش الكارير ديالو خو، ما تنساش. وانا ماجر بور مو يا خو اسطوره من الاساطير تاع الكره الجزائريه، وواحد ما يكذب عليك خو، يبقى اسطوره كي هو كي محرز كي بلومي كي كاع لي جوار خو. حنا شفنا بالون، انا ما لحقتش به ماجر، حكى لي عليه بابا خو، وشفت انا في الانترنت، مادام كاين الانترنت نقدروا نشوفوا خويا العزيز. ماجر بور مو كرون جوار،
كاونترينر ما نجحش، هذه هي صاليف. ماتشر ما يحبوهش، ماتشر تاع بكري الله يبارك عالمي، خو مازال ماتشر خو مازال الفوتبال، خير منهم كاع، بكري الشعب كاع كان يحبوا، كي كان ماتشر كانت الشتا، كان يطيح كلش، جاو تاع دركا خسرونا كاع الفوتبال وصحيتو، وإن شاء الله ماتشر يقبضهم كاع. ويا ماتشر تاع عالمي خويا. مرابح ماتشر سي أسطورة تاع الجزائر. و صافي بليزي نهضروا عليه، خرج البارح بالبكا باسكو غادي عمرو، هضروا فيه وسفروا وسفروا عليه، ماشي هذو ما هذو ماشي جزائريين اخويا، ما نهضروا من تالي هذو خاطيهم، هذو شغل ما. السلام عليكم خوتنا، رابح ماتشر ايقونه افريقيه، واحد ما يقدر ينكر واش دار الالجيري واش شرف الجزائر. وزيد سيد لاعب في بورتوغال فورتو دي تشامبيونز ليغ وماركي هو بيت بالطالون يا خو نورمالمون ماشي كاع هكاك ديفو نديرولو كاع سوالا نورمالمون نديرولو ستاتي نورمالمون نديرولو ستاتي هذا الانسان يا هذا السيد اللي داروا هذا تاع ماجر ويصفروا عليه هاد الجاس اللي داروهم له هذا ماشي دي سيبورتور يا صح على بالنا كان حاكم اونترينور مصلحه لو شونترينور ماشي معناتها كاع مش اغلبيه لي جوار مصلحه لهم شونترينور بصح ماشي مصلحه لو شونترينور تسمى ماشي جوار وتصفر عليه لا لا مو جاس بكري 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 ماجر كانت الناس تحلم تشوفه قدامها درك راهو يجي هنا لا لا والله مو جاس ماشي هذا ميشر تصفر له هي اللي ضربت معاهم هذه هي اللي تحير فيها ضربني وبكاس سبقني وشكا هذه اللي تغيظنا حنايا حنا ولاد الجزائر حنا نحبوا الجزائر نموتوا عليها ليكيب ناسيونال انا معها قلب ورم في خساره ولا ربحه خسرنا راحت كوب دي موند معليش خيرها في غيرها يا اخو بصح باش تصفر الاسطوره ديال الجزائر يا اخو انا ما عندي ما نهضر معاهم حبيت ولا كرهت كان ميور جوار في اوروبا بكري معروف عالميا حبيت ولا كرهت لا لوجيك يقدر ينكر واش دار واش مد البالون البالون العالم تاع العالم كومبلي ماشي غير الجيري ولا واحد ما يقدر ينكر واش دار رابح ماجر رابح ماجر احنا نقولوا لك تتبقى اسطوره وتبقى اسطوره رابح ماجر يا اخو ما كاش هضره فوقها يا اخو قدش واش راح نقول لك يا اخو ما نقدرش نكومباري بجوار واحد اخر باسكو واحد ما يلحق النيفو اللي لحقوا هو واللي داروا هو يا اخو يا اخو واش حبيت نقول لك انا رايي في هذا الموضوع والبارح بالمناسبه البارح شفت لاباج اوفيسيال تاع الشامبيونز ليغ داروا واحد بيبليكاسيون تغناو برابح ماجر كاول لاعب جزائري اللي دار في الشامبيونز ليغ مع بورتو كدايا تسمى يا خويا الفالي با وكاين واحد النقطه ثاني كاين واحد العباد مؤثرين اللي هم يقولوا عليهم مؤثرين هم ينشروا في حفايس ما يطبقوش مع مخلة بالحياء والبارح شفنا بلي العباد يصفقوا العيب يصفقوا لهذا المؤثر اللي نذكروا اسمه على كل حال قشيحه هذاك ولا ما على باليش يصفقوا له ورابح ماجر اللي ادى كارير شابه في حياته تلقى صفيره الاستهجان تما هنا تشوف بلي وصاري خلل في المجتمع تاعنا ماشي في اللاعب هذايا اللاعب هذا نورمالمون نقدروه ونعطوا له مكانه ديالو باسكو الدنيا هذه مقامات ادى مشوار ديالو شرف جزائر بين الاعلام جو بونس كو انا هادي شغل عفسه مليحه ونورمالمون ما يصفروش عليه هذا ما كان شفنا حتى الناس اللي صفرت عليهم وراها هي ضامنت معاه في التواصل الاجتماعي فوالا راك تشوف النفاق اللي راهو يسري في المجتمع ديالنا تشوف باللي العباد ما عندهمش اوبينيون ما عندوش رايو شخصي اللي يكمل فيه واللي شغل يحارب على جالو نورمالمون انت عندك ان اوبينيون ولا راي صف مام سيكو تشوف بلي العباد دوكا راهم يتضامنوا معاه كدا كمل في الاخر ديالك انت صفرت عليه علاش دوكا راك تضامن معاه فهمتني تشوف النفاق اللي راهو يسري في المجتمع ديالنا دوكا هادي شغل مثال من الامثله اللي بزاف اللي مصارين في المجتمع ديالنا على كل حال نتاسفوا يا اخو على هاد العفسه وماذا بينا منا وجاي ربما يا خويا نتحيلو انا رابح ماجر مالكري شغل هو صح مع ادى شغل واحد المشوار مع المنتخب الوطني اللي ما نجحش كان قادر نامبورت كم كاين بزاف مدربين في مونديال مو ما نجحوش مع لي كلوب وشنو هادشي ما يعنيش انه تصفر عليه ولا كدا باسكو ادى كي تشوف الكوتي بوزيتيف ادى مشوار شباب ولاعب كبير واللي نتحيولو بهذه المناسبه